أضيفوا لقبضتهم قبضتي. أنا الآن أشعر أني قوي وأني سأهزم زنزانتي. يا تغي عيش الكرام سيروا دائما إلى الأمام. يا من يبتغي عيش الكرام سيروا دائما إلى الأمام. ناضلوا تنالوا واهتفوا وقالوا. ناضلوا تنالوا واهتفوا وقالوا. الشرعية لنا ولا لغيرنا. الشرعية لنا ولا لغيرنا. أنا الآن بين مئات الثوار أضيفوا لقبضتهم قبضتي. أنا الآن أشعر أني قوي وأني سأهزم زنزانتي. المهم تحية نضالية عالية مجددا. المجد والخلود للشهداء، الشهداء ناريف، الشهداء المغرب الكبير، وعلى رأسهم شهداء حركة 20 فبراير. وتحية نضالية، تحية الصمود والكفاح لأبطالنا، أبطال ناريف طبعا، حركة 20 فبراير، كيفني بغياش الحسيمة. وتحية نضالية للحسيمة الصامتة قد مجددا. وإثناء أجزاء السور شمال مرأة الوثن شي مرأة من التميرفين قرشت منه ومسنا الدرد كاعتك مغران أصدن كرني ميتك المخزن يا والدين وسنا الدر وسنا الدر. والشيخ السانيري غيورين شيخ السانيري دين الجسد واحد إلا اشتكى عدنا عضاء اشتكى سائر الجسد. وقام إقان ريفيون وقام إقان التاريخ وقام إقان التاريخ ريفيون شيخ الجوعة والخوالة. واشي السن واشي السن عن رجل ماذا زل مزيخ قاك مرة سمون سبعة مليك شولون وزمان دازت واشي مرة كسير الجيش عن دازت. واشي قصد الفاق شاي قان هارا عن مغنيينا يشتر مغنيينا شي قصد غنمون والمون فوس كفوس ولا نسيب كل شيء شي نخوتينا نقول زمان ما الشعب يكبر وزمان ما الشعب يكبر واقزا مواش تكلق الصحراء للصحراء اتكاز الملك اتكاز لمية ميزي قال سكنا ورذا لو بدات تدتت بقام 90 اشكال نظرية انا 50 درهم في الصحراء شين داريتين شين داريتين وقاشين شين شين تاوى نعرف شين عياخنا المقصد الوالدين القائم في المغرب السياسة نلوج عيا إذا الحصار الفكري الشعب شنو نطلو مشي وذا لك نظر لي أمين السين شي يصل الحصار الفكري عيا قصد الحرب الإعلامي عيا قصد شنو تاني ولا النغذاء السياسة الحسن الثاني عالوغ حسن الثاني قانق الوقي الحسن الثاني إدى السياسة تليك يختبر تنيك يقول حسن الثاني السياسة تليك يقول عالوغ والعلي الله الثقة والملك النقع سنرغى الثقة والملك النقع وانا اجل السياسة نفس والسياسة نفس تيكي قوان وحسن الثاني هي سياسة تهجير اسعق ريفين سميسرا الجالية المغربية الجالية المغربية سميسرا الجالية المغربية من هنا هم يعرف ما لدي شيء مسيح عبينا قال كتاريان شو جيو ذي قوميين شو السوار من الجال السياسة اللي جل حسن الثاني هي سياسة تهجير إن زينا مرش شيخ مدانتين أذبون الأخي في الانتفاضة أصبح ساقو اسعقنا أوروبا واصبح السياسة نهج سياسة التهجير هي السياسة الفوارق اسمها تشغاس الشغاس تفاق البرجوازية هي من الهندي فرطاجين وحاليا وزما كي يمو نتقل غاس غاس وزما كي يمو كي يتمو نشي نشي نوخ نعتصم بيها إذبال نعتصم تقصد غلبي رطو ويغني تعزن شي فرالي اعتصام انت فرالي اعتصام انت نويد رحكسي الشركة هاتو وامن وكم راني جلبو عادارة نوز القراءة إيمانية مثلا أني نشي غاغ تعرف قصة كيرا تعرف يوهان نوصلت 100 تار وزت 50 الف وزت 150 الف تو وزت 150 الف كي كازا تهدي المحمل للشركة شنو غير والشركة راه شركة خيالية شي تخجاز المعمل الكازا شي قلتيني اذا مين نقمزي النقايايا شكمو لي خدت شي شو خدت شي ما راه خدت الخمسة وذان زين مع جامعة العاشين السياسة تهجير الفوارق إتاحت خدشاس قبل ما ديال الأجل قصا ونظم وشو مانا باش نتفوق شي خارج البيدار أم كان كيما غاسا ونطو شي غطو هو أنه ويغض المثل هو وكي أي حاجة كي أي حاجة وشي كيتو كي أي إطار إذا نقا شينا مغني رجيني وتعاون غاساني لجسد واحد إذا اشتكى على الأعضاء اشتكى سائر الجسد أنمو سكوشي هنا
ناوي نحق النور وذي ناوي سيري النغلاس كاع وبزاف على شنو غاسمي الغاكر واش نتحدى اي واحد اي كان واش القاسم ده بعدا خصوص الكلمة ده قال ميرو اياش مرسي وانت شي السيمي شي السيمي واش نكسي وليقي مهمي من نفسه تحية ميدالية تحية نضالية عالية إلى الأبطال غوانيث وإياش تحية نضالية لكم أيضا مقاف وإياش القراءة النضال ديش القتلى قد الحسيمة تحية شمس والطاز تحية خاصة إلى عائلة الشهداء نظام دن قلواش النظام والتماوي مديوسين هذه كمر خميقة النظام نعدان يعني تجيوسي دالي إصلاح يوسي هذه كمر خمينين غوان مغريس هذه كمر وغاثينا أمور سمعيث معك سيد مانوسيد نهارا غاية ايث وايش فاشاكم تستيقش انتفهات انه امين يوقعن كين ديد الهزيمة نهار رخمي سيد النات يوقعن اخنا ايجن الهجوم وحشي زي القوى التطار القامع التفاقية النظام موانيتين نشنين غانا اشكال نضالية سلمية الفرقات وغانا الكافوس وغانا غاقاطاز وغانا والو نوسيد نطالب سي الحقيقة كشف الحقيقة نشهد عنا الخمسة نكمضن نسخمضن قير غانك الشافي يوكشانا موخنا نايث ما بدغي جيني يوكشانا الحقيقة سوقفو يا الله انا غارو السيفانا قل غيبوبا السيفانا غي سبيتا مانا سبيتا ذي قد سمعت سبيتا الوهان راح سبيتا من بيني همنيش راح وفا سبيتا السيف ني هني سمي ذي ميز ذي تسوان ذي الله على مصوف المي ذي نريخوشي غوالو عم بيدا وغاية دار قاعت وزويز قاعت قص ما سمعها سبيتا من المهر كوري السنة عوض تفنايث مثنا تفنايث مثنا كسيش وش مثنا وتشمد نغفد هو الطفل ترنتاد اننا زوارا وني قايحت اوارنوني كتير عقل قاني هائيا وتشمد قناة استفزازات دو الشيج النظام قناة استفزازات دو الشيج النظام قناة استفزازات امو خصنم عنده هو المطالب على المطلبة واني تنكش الحقيقة مطلب شرعي وعادل عاود الحقيقة قال سيدي مغنى نايث مثلا قال مخص الناس يخفي الناس الغابي سلغابة اي ناس يوكشانا الحقيقة انه نعم سكارو العائلة طالهم الشريط مرهاك الشافي الناس ندلا او يد مليار كيف يوقع العائلة ديبور اذا مساكن قاعد مليارات زاد الشريط اذا ثلاثة ايش نجوز الحقيقة اي ثم نضيط في المعتقل الاحداث 20 فبراير افغنت نانانا قام الزراب ذين خمسة الشباب صف الناس ناس جيف التم اتفاس نزين زا في الاخر يوسي تشي جنسك سنسك بوليس ني الناس خرجوا علينا هادو باش ما يموتوا لينا زي سيم تاوت اونزرين اذا نجني نوف نظر ادوار اي يوسيد ما يسمى سل المجلس الوطني لحقوق الانسان يوسيد بوصاق العائلة ولكن فين له بالمرصاد الناس رقان شينا نعظم الميلة فقان وانتك اصبحت مانا اني ذا باش الزوال العائلة زي الشارع تحتيجين جوا لك العائلة تحيثن فاق الناس النظام غانيتين ان الناس قان شنين الحل ما كذلك على وهوات الشارع الى غاية الدوي الحقيقة ان حاكم الجونات القتل المجرمين من غير اثمتنا هذا سقى من يوقع النط من يوقع النط جريمة في حق الانسانية لا بيش تبهان هو نصند المئات شو بس رمنا معكم اسمعوا لكم واصبوا يسمعين الله يمكن